خبر عاجل وردنا للتو، صدور قرار جمهوري جديد، هاكم ما جاء فيه نص القرار. صدر القرار الجمهوري رقم 23 لسنة 1446 هجري بشأن آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة. وقد اشتمل القرار على 21 مادة موزعة على 4 فصول على النحو التالي: الفصل الأول التسمية والأهداف ونطاق السريان، الفصل الثاني لجان وفرق تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية ومهامها واختصاصاتها، الفصل الثالث مراحل استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية، الفصل الرابع أحكام ختامية. ونصت المادة 21 والأخيرة منه بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.